يعني نور الهدى ما بتتذكر ولا فيلم لأنه هي من الجيل الجديد، بس لازم ترجعي تشوفين وتحضرين لأنه مهم أنه نعرف. يا نور لطيفة سيئة لصباح الخير، في كتير إنتاجات حلوة بس في أفلام سيدي فيروز مثل بنت الحارس، سفر برلك، بيع الخواتم، أول شي بتذكرون. يا ردنا أنا عراقية لكن من كنت صغيرة لحد هلأ بحب الأفلام اللي فيها النجمة فيروز. صباح الخير جوزيف من فيروز الخالد. لأحلى عالم، بحب كل الأفلام اللبنانية الغنائية لصباح وديع وبيع الخواتم لفيروز، بتذكرهم وبحبهم كتير. طبعا كتار من الأفلام بعد شوية بنكمل وبنذكر البقية يلي أنتو بتتذكرون. رحنا وياكم مع كندا والكينوا بأرض ورد. صباح الخير كندا. صباح الخير. نعرف كثير منيح مؤخرا صار في هجوم على الكينوا بالمائدة او بالمطبخ اللبناني، يعني صرنا بنشوفه بالمطاعم المطبخ العالمي بس بلبنان يعني مؤخرا صرنا نسمع فيها كثير، وحتى بالبلدان الغربية كمان مؤخرا. بتصور ما حفظ معلوماتي صح، بس يقال انه 70% فيها من البروتيين، هي اكثر نسبة حبوب او بقوليات في بقلبها البروتيين، و30% فيها كربوهيدرات. هلا انت بتقولي لنا اكثر، وانا بعرف انه هي كمان غاليه الثمن لتحافظ على اقتصاد البلد يلي بينتجها. المعلومات هلا عندك الصحيحه. لا بس منيح مش قليل. مزبوط مثل ما قلت جوزيف، في اذا بدك يعني مثل صار في فيلغاريزاسيون، او يعني الكينوا يلي ما كانت معروفه الا بالبلاد يلي هي بتنتجها من سنين كثير قليله صارت معروفه. انت عم تقول بلبنان ولكن حتى بالبلاد الغربيه وبالمطابخ العالميه مش من كثير زمان بيعرفوا الكينوا. هلا رح تشوف التقرير، وانا على كل حال عملت مثل هيك تيست صغير وسالت كثير ناس مش يلي بيروحوا على المطاعم اللي كتير فاخرة، سألتهم تعرف شو يعني كينوا، أكتر منهم قالوا لي لا منا شغلة غلط، لأنه الكينوا منا من الحبوب يلي هي أساسية بالنسبة لنا، ومنا من الحبوب يلي نحنا كنا موجودة بنظامنا الغذائي ولا حتى بالأنظمة الغذائية يلي هي بالبلاد المتطورة. حديثا صارت بتشكل جزء من هالأنظمة الغذائية، رح نشوف كيف وليش بهالتقرير. من سنوات قليلة سئلنا شو هو الكينوا، كان بيكون الجواب الأرجح ما بعرف. الواقع أنه هالنبتة اللي شهدت انتشار وطلب متصاعدين خلال السنوات الماضية عرفتها وزرعتها شعوب جبال الأندس الواقعة على طول القارة الأمريكية الجنوبية غربا منذ أكثر من 5000 سنة، حيث كانت تشكل غذاء أساسي لهالشعوب. ومع الغزو الإسباني للقارة اللاتينية خفت زراعة الكينوا وتم استبدالها بالقمح، وما عادت ازدهرت زراعة الكينوا إلا لغاية السبعينات، حيث بدأت الدول المتطورة البحث عن زراعات ذات قيمة غذائية عالية. وأعلنت الأمم المتحدة سنة 2013 السنة العالمية للكينوا، تحية منا للشعوب اللاتينية يلي عرفت تنقل عبر الأجيال خبرتها بزراعة الكينوا وتحافظ عليها. تنمى الفرايتيز والأنواع الأصلية للكينوا على المرتفعات ما بين 3000 و 5000 متر، حيث الطقس جاف والفروقات الحرارية كبيرة بين الليل والنهار، والإشعاع الشمسي قوي بسبب العلو. وبالعديد من هالأنواع بتغلف حبوب الكينوا مادة تسمى سابونين، بتعطي الحبوب طعم شديدة المرورة، لذلك بيتم غسل الحبوب مرات عديدة لإزالة هالمادة بعد الحصاد والتجفيف. بتعد الكينوا حاليا حوالي 3000 نوع أو فرايتي، وبتختلف بحسب متطلبات نموها وطول النبتة وكبر حبتها، كمية إنتاجها ونسب مكوناتها ولونها يلي بيختلف من الأبيض للأصفر للأحمر أو البني والبنفسجي. الطلب على حبوب الكينوا بتزايد مستمر، فهل رح يصبح الكينوا من المكونات الغذائية الأساسية بالعالم كما كان لدى شعوب الأندس الأصيلة منذ أكثر من 5000 سنة؟ يعني هيدا الكينوا، ومعرف انه في انواع كثيره وفي مثل ما شفنا انه كذا شتله، كثير حبيت انا بحب كثير الكينوا، بس اول مره بعرف كيف زهرتها وباي طريقه
بتنزرع. جوزيف انت معي من زمان بعالم الصباح، صح. اكيد مارق معنا كنا سوا على الهواء شتله كثير بتشبهها اللي بنسميها الكودرونار او بنسميها امارانتوس باللغه اللاتينيه، اللي هي ما فيها بذور بس بنشوفها هي فيها بذور وحديثا صاروا بيستخرجوها كمان. هي حتى شعوب يلي نفسها يلي بتاكل الكينوا كانت من 5000 سنه مثل ما شفنا بالتقرير كمان بيستعملوا الامارانتوس او الكودرونار نفس الشيء بتتاكل كحبوب، يعني هن بديله للقمح بالنسبه لالون، ولكن الكينوا بشكل مكثف اكثر. بس نحن بنستعملها كنبته تزيينيه لانه شفت قديش ازهارها حلوه. هلا الكينوا ما بنستعملها كنبته تزيينيه، ولكن الامارانتوس او الكودرونار بنستعملها كنبته تزيينيه، ممكن انه ناخذ حبوبها كمان ويتاكلوا. كمان شفنا الاماكن اللي بتنزرع فيها الكينوا، كينوا هي جايه من امريكا اللاتينيه اساسا، وتحديدا من الجبال يلي هي واقعه على الغرب تبع هالقارة. على طول القارة في سلسلة جبال يلي هي أطول جبال بالعالم، يلي هي أطول سلسلة يلي هي جبال الأندس. هل شعوب هيدا يلي هي شعوب سابقة للإنكا هي يلي كانت تزرع، يلي كانت موجودة بأراضيها وتزرعها وتاكلها؟ الحلو بتشوف كيف يعني التاريخ والزراعة بيدخلوا ببعضهم، لأنه وقت اللي إجوا الشعوب الإسبانية وغزوا هالمناطق هيدا، ليش رفضوا الكينوا واستبدلوها بالقمح؟ لأنه أول شيء كانت بالنسبة لهم غريبة، ما كان يعني ما كانوا يحبوها، كانوا بيعرفوا القمح وهن غزوا أراضي بدهم إياها لحتى يستغلوها كمان، فاستبدلوها بزراعات تانية اللي هي القمح. وتاني شيء والأهم وهلأ صارت واحدة من حسنات الكينوا، هو إنه الكينوا ما فيها الجلوتين، مادة الجلوتين يلي هي بتعطي هاللزاجة للقمح وللعجين، فما كانوا يقدروا يعملوا منها العجين والخبز، مشان هيك ما حبوها، مشان هيك جبروا هالشعوب انها ما بقى تزرع منها وترجع تستبدلها بالقمح، وغابت زراعه الكينوا لازمان طويله. لمن بعدها هلا حديثا بسنوات بالسبعينات، يعني وقت اللي طلعت هالبلدان المتطوره مثل ما شفنا بالروبورتاج وصارت بدها تنبش على زراعات بديله وعلى الهاي كواليتي بال زراعات، وحتى صار في كمان استراتيجية بالتسويق انه نجيب زراعات جديدة منا موجودة واسعارها هي اكيد عرضة للاسواق اكثر ما هي قديش كلفتها وكيف انتاجها عم بيكون. فمشان هيك حديثا تصرنا بنعرف الكينوا، وحديثا حتى دخلت على مطابخ العالمية وعلى المطبخ اللبناني مثل ما قلت. يعني انا بعرف بما انه مفيدة تقريبا اكثر من القمح، ما بعرف يعني الله اعلم، بس انه هيك هيك الموجوده مكوناتها فيها بروتين 70% و30% كربوهيدرات وبتنصح اقل. هلا نحن ما رح نحكي كثير عن الصحه، هي طبعا لكارلا، بس انه انا السؤال هو ايكونوميك او ما بعرف شو هو، انه ليش ما تتداول اكثر من هيك؟ اوكي، هلا هي اذا بدنا نحكي غذائيا بشكل كثير مختصر مزبوط، يعني هي الدعايه تبع الكينوا واللي هي مزبوطه، وبانه هالحبوب هيدي هي كثير غنيه بالبروتينات وفيها بروتينات مش موجودة بغير حبوب. فيها كل الأحماض الأمينية يلي جسم الإنسان ممكن يكون بحاجة لها، تحديدا بعض الأحماض الأمينية اللي مش موجودة إلا بالكينوا بس، وفيها كمان كتير فيتامينز والفيتامين بي بالتحديد، فيها الحديد، فيها المغنيسيوم، فيها الزنك يلي جسم الإنسان بيحتاج لها، وهي كتير قليل او خاليه من ماده الجلوتين. هذه الشغله اللي كثير عملت لها بوست بالماركتينج بالتسويق تبعولها، خاصه انه في اشخاص ما بيقدروا انه ياكلوا ماده الجلوتين، مجبورين يتبعوا نظام غذائي خالي من ماده الجلوتين. فكل هدول الاشياء عملت من الكينوا سوبر فود، اذا فينا نسميه مش سوبرمان، سوبر فود، وصار كثير يعني مرغوب ومتداول كمان. هلا الانكاز كانوا عارفين قديش قيمة هالحبوب يلي هن عندهم إياها، وكانوا يسموها شيزايا ماما،
شيزايا ماما يعني mother of all grains أو أم جميع الحبوب، لأنه كانوا يشوفوا أنه فيها كل هالمغذيات هيدي يلي مش موجودة بالحبوب بالحبوب الباقيين. إيه ومشان هيك هالشعوب هيدي ضلت تزرع، يعني حتى لو كان منعون من أنه يزرعوا ضل فيه هالزراعات هيدي على مدى قرون لحتى وصلنا لهون وصارت هلأ موجودة مش بس بالبيرو وبوليفيا يلي هن البلدين الأساس لزراعة الكينوا، ولكن بكل أمريكا اللاتينية صار في فرايتيز كمان أو أنواع مش بس على المرتفعات، لأنه إذا شفنا بالتقرير الكينوا بدها طقس الأنواع أو الفرايتيز الأصلية بدها طقس كتير خاص فيها يلي هي فيها الفروقات الحرارية الكتير عالية. في أوراق وفي زهر وفي كتير في كتير أنواع 3000 نوع من الكينوا. بس كنت عم بقول إنه بدها يعني بدها طقس ناشف، ما بدها كتير يكون في أمطار غزيرة، بنفس الوقت بدها ساعة معينة ما بتتحمل شوب كتير لحديد 35 أو 38 كحد أقصى. الفرايتيز الجديدة صارت كتير منوعة، تشوف قديش الديماند وقديش في رؤية انه تصير الكينوا بعدين بركي. كنت عم تقول ليش ما بتصير بديلة عن القمح، بس بأمريكا بالولايات الأمريكية المتحدة تحديدا الفرايتيز يلي موجودين هي بتقدر انها تنزرع ابتداء من الساحل للمرتفعات لحديد 4000 متر، بتقدر انها تتحمل مروحة كتير كبيرة من التغيرات المناخية، من شتى قليل او شتى اكثر، من ملوحه عاليه بالتربه او ملوحه اخف، وكل التغيرات هيدي انخلق فرايتيز جديده لحتى يقدروا انه هن كمان ينجوا. وهلا صارت الولايات المتحده الامريكيه من البلدان الخمس الاول يلي بتنتج الكينوا، مع انه هن ما كان عندهم اياها من قبل، وحديثا تصارت من هالبلدان المنتجه الاكثر. نحن شفنا 3000 نوع عم بتقولي، بس مش بس نفس الحجم، في احجام كمان، في احجام بتختلف كمان بحبتها. الاكثر من هيك جوزيف انه بالكينوا اذا بتشوف الزهره تبعولها مش كل الحبوب بينضجوا بنفس الوقت، وبالتالي يمكن هيدي كانت صعوبه الحصاد تبعولها، انه الحصاد بيصير يدويا، يعني كل فلاح او مزارع بده يشوف اي زهره بنفس النبته، اي زهره هي اللي استوت اول شيء بتنشال يدويا وبيترك بقيه الزهره لبعدين تستوي. الفرايتيز الجديده اللي انخلقت بامريكا هي فرايتيز بتستوي كلها بذات الوقت وبيتم حصادها مع بعضها بالمكانات بنفس الوقت، هو شيء منيح وشيء مش منيح بذات بس الوقت. بس انا ما انتبهت يعني وقتها تيبس او وقتها تنضج بتيبس شوي، ما بيهروا ولا هي بيكونوا جوات ال بيكونوا جواتها قبل ما يهروا لازم انه ينحصدوا، بينحصدوا بيتجففوا كثير منيح. حبه الكينوا عندها ميزه هي انه بتعمل جيرمينيشن، يعني بتبلش تفرخ كثير بسرعه، اذا بعدها منا منشفه كثير منيح بتبلش تفرخ، يعني بساعة أو ساعتين بتكون بلشت تعطيك الخضار تبعولها، عشان هيك لازم انه دغري تتنشف، تتنشف كتير منيح، بتنفرش وبتتنشف لحتى تروح كل المية اللي بقلبها، ومن بعدها بعد ما تصير جافة تتغسل عدة مرات، لأنه هيدا الكينوا يلي نحنا شايفينه وبيوصلنا على الأسواق هو مغسل، وإلا فيه على الوجه تبعوله مادة كمان شفناها بالتقرير اسمها سابونين، هالمادة بتعطيه طعم كتير مرة، يعني ما هيدي هي الطعمة يلي أصلا بيطلع منها، بتعطيه طعمة مرة كتير، وهي هالمادة بتخليه يكون محمي من الطيور، من كل الحشرات اللي ممكن انها تجي وتتغذى عليه. أيوه. مشان هيك وقتها بنقول الكينوا هو غذاء بيو او عضوي، مزبوط جزئيا لانه كتير قليل استعمال المبيدات فيه، لانه منه وطبيعيا في عنده هالمادة يلي هي فينا نغسله على الايد او ليك؟ يعني لا ما بعرف، لانه إيه لأنه بيتغسل بالبيت اذا نحن عندنا شتله بس نحن حتى تروح هيدي البوش بتتغسل عدة مرات وبينقع وبيتغسل عدة مرات لحتى نروح هيدي البوش. ثانك يو لك كندا، حلو كثير اليوم حبيت اليوم كثير حبيت الفقرة، ودائما اكيد عم بحب انه نعمل نتعرف على زراعات موجودة عالميا، لانه العالم صار صغير بدنا نطبخ هدول. ايه نحن وياكم بريك قصير بعد ما نعود للمتابعة، خليكم معنا.